من هنا وبالأصالة عن نفسي وباسمكم جميعا وباسم الفلاحين المجاهدين الشرفاء أعضاء الكيانات التعاونية الزراعية المنتشرة في ربوع مصر، العمود الفقري للاقتصاد الزراعي. نرفع تحية وتقدير وعرفان للزعيم الوطني المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقول له كلنا وراءك أجمعنا على رد الجميل الذي طوقت به أعناق الشعب، فأنت من نظر حياته في سبيل إنقاذ هذا الوطن من يد الجماعة الإرهابية، وكان يكفيك إرضاء لله وللشعب والوطن، ولكن فضلت الاستجابة لجماهير 30 يونيو وتحملت المسؤولية وخط التحديات. فكانت النهضة المصرية، كانت النهضة المصرية الحديثة التي لا ينكرها إلا جاحد. نحن أجمعنا واجتمعنا على قلب رجل واحد لنقول نعم، وموعدنا 26 و27 و28 مارس لنثبت للعالم كله، لنثبت للعالم أجمع أصالة الشعب المصري وحبه وتقديره لزعيمه، لحبه وتقديره لزعيمه الوطني باعث النهضة المصرية الحديثة الزعيم القائد عبد الفتاح السيسي، ليستكمل مسيرة البناء والتنمية من أجل رفعة هذا الوطن. فلنخرج جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، لاستكمال مسيرة شعب ونجاح وطن، ونقول نعم، نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. شرف لكل مصري ومصرية وفخر لكل المصريين في انتخاب رئيسهم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، ولم لا؟ وقد تحقق على يديه الاستقرار والأمن في بلدنا الحبيبة جمهورية مصر العربية. لكل المصريين مسلمين ومسيحيين من أقصاها إلى أقصاها، من سيناء الحبيبة، من صعيد مصر، من دلتا مصر، من الصحراء الغربية والشرقية، فكلنا أبناء وطن واحد نهتف ونقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي واجه الإرهاب والعنف بكل أنواعه وأشكاله دفاعا عن أرض مصر الطاهرة وشعبها الأبي الجسور. اسأل عن إنجازاته التي حدثت في عهده من معاش للفلاح وتأمين صحي واستصلاح أراضي جديدة، بداية بالمليون ونص فدان لتوسيع رقعة الأرض الزراعية والاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية والوصول إلى مراحل التصدير ورفع الناتج القومي وتطوير الريف المصري وخلق مجتمعات جديدة. تجد كل ذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الطرق والكباري التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية والطفرة التي حدثت فيها تجدها حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. منطقة النوبارية طبعا هي مهد الأراضي المستصلحة، فلما نيجي نعمل مؤتمر يبقى لازم يكون داخل الأراضي المستصلحة أو في قلب الأراضي المستصلحة. مدينة النوبارية من الأماكن اللي هي بتضم، يعني احنا بنتكلم مثلا في نص مليون فدان أرض مزروعة بتنتج
من جميع المحاصيل سواء محاصيل زراعية أو بستانية. لو قلنا إن المنطقة منطقة النبارية منطقة واعدة ومنطقة طبعا كلها النهاردة بقت المحاصيل بتاعتها بتتصدر لجميع أنحاء العالم، وفيها مجموعة كبيرة من المستثمرين اللي هم بيجروا وراهم الفلاح البسيط. احنا عايزين الفترة اللي جاية ان شاء الله هيكون هدفنا ان منطقة النبارية تكون كل منتجاتها كلها ان شاء الله تكون للتصدير، على اساس انها ترفع من الناتج القومي، و يبقى عندنا فرصة قوية بالنسبة للأراضي المستصلحة في التصدير ان شاء الله. المرأة هي نصف المجتمع، وانا بقول هي كل المجتمع، لانها بتأثر في النص الثاني، فهي بتأثر في أخوها وأبوها وخالها وعمها وابنها عشان يطلع الانتخابات. فالمرأة صانعة القرار مع الرجل، فلو خرجت المرأة وخرج الرجل كصناع للقرار، فتأكد أن كل صوت هيحطوه في الصندوق هو رصاصة في قلب الإرهاب والعدو الخسيس الناقص اللي بيسيء لمصر وبينكه عرض مصر. فعرض مصر حافظ عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الأمن والأمان والاستقرار اللي حس بيه الشعب المصري، وبناء عليه احنا كلنا ورا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صانع مصر الحديثة، لأن من أكتر من 30-40 سنة لم نشعر بالتنمية المستدامة في مصر كلها في أنحائها في جميع محافظاتها إلا على يد البطل الهمام ابن مصر الغالي عبد الفتاح السيسي. 30 يونيو كانت العنصر الرئيسي فيها كانت الحريم والشباب، كانت السيدات مصر وكان الشباب، وكلنا خرجنا بولادنا كلهم صبيان وبنات على اساس نقول ان احنا مش احنا عايزين التغيير، وخرجنا عشان نقول احنا عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي. خرجنا كل ده لان الام هي اللي شاعره بالخطر، الام هي اللي بتوجه ولادها، وزي ما قالت الحاجه جواهر ان هي مش نص المجتمع، هي بقت كل المجتمع. ليه؟ لان انا بوجه ابني انزل الانتخابات، وبقول لكل ست من خلالكم لازم هي تنزل قبل ولادها، لان الستات بقت النهارده عنصر كبير وعنصر فعال في مصر. احنا اللي بنحرك كل حاجه دلوقتي. الست بقت في الاقتصاد، الست بقت في الطب، الست بقت في كل حاجه. فانا مش عايزه اقول لك اكبر دليل على كده 30 يونيو، اكبر دليل على اهميه الست ووجودها. لو جبت الفيديوهات كلها تلاقي ان الستات اغلبيتهم هم اللي كانوا بينزلوا السنه دي، هم اللي بيقولوا ايوه، هم اللي بيقولوا لا، هم الستات يعني. فانا طبعا من خلالكم بحفز كل ست ان هي لازم تنزل، وما عندهاش بطاقه تنزل تعملها حاليا، وتنزل ولادها وتنزل جوزها وتنزل اهلها. احنا عايزين نرد على الناس المشككين والمتربصين بمصر، عايزين نقول لهم ان الشعب المصري كله على قلب رجل واحد، كله خلف سياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا كفلاحين الفئه المنتجه في البلد اللي عايزه بتاكل للشعب دي، عايزه دي صلب الشعب المصري، كل اغلبيه الشعب المصري بتتكون من اغلبيته فلاحين. واحنا عايزين نقول ان احنا بندعم رئيسنا عشان تظل مسيره التنميه والمشروعات القوميه الكبرى اللي هي بتخدم الاجيال كل الحاليه والقادمه. فاحنا عايزين نعرفوا ان كل المتربصين من مصر سواء من بره او من الداخل نعرفهم ان احنا راضيين عن فتره ثانيه لسياده الرئيس، وبنأيدوه وبندعموه وواقفين في ظهره عشان ينهض بمصرنا الغالية. واحنا عارفين ان هو ماشي على حلول جذرية لجميع المشاكل بما فيها مشاكل الفلاحين والتسويق والانتاج وكل الفئات الشعب. احنا السياسة دي كلنا مأيدينها وراغبين ان احنا في ترشيح السيد الرئيس فترة تانية. العالم كله في انتظار كلمة الشعب المصري وخروجه يوم 26 و27 و28، ولكن احنا بالاخص كفلاحين مصر ان احنا بنعتبر ان احنا ملاك مصر الحقيقيين، اللي المفروض نطلع ونكون متواجدين ايام 26 و27 و28 لندافع عن ارض مصر ونقول كلمتنا
للعالم كله ان احنا بلد الاستقرار، بلد الامان، بلد الجيش المصري القوي اللي هو حاميها، ان احنا مش هنقبل ان اي حد يلعب في الشأن الداخلي المصري او يحاول ان هو يلعب بافكار بعض المواطن المصري، المواطن المصري على درايه كامله بما يدور حوله من كل المتغيرات العالميه. الشعب المصري شاف ليبيا وشاف العراق وشاف سوريا وشاف اليمن، خدت راحتك، شاف ان احنا في 2013 و2014 ما كانش في كهرباء، ما كانش في ميه، ما كانش في مواصلات، ما كانش في امان على عيالنا وعلى اولادنا وعلى الدنيا. كنا شايفين ان احنا عايشين في حاله روع وعدم استقرار. الحمد لله احنا في حاله استقرار تام. في خلال 3-4 سنين عادت مصر لطبيعتها الحقيقيه، وان شاء الله المزيد من المشروعات اللي تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره الولايه الاولانيه ال4 سنين اللي هو تولاهم، وان شاء الله الانجازات اللي هي هتظهر وتبدا تبان ثمارها في خلال الفتره اللي جايه. عشان كده احنا بنقول للشعب المصري اطلع عشان خاطر استقرار مصر واستقرار الاقتصاد بتاعها. كفايه الخراب اللي حصل والمصاريف اللي حصلت على تجديد الخراب اللي حصل في فتره من 2010 لحد 2014 اللي احنا عانينا كل المعاناه لنعيد مصر لطبيعتها في الفتره اللي قبل. احنا على مدار اكثر من سنه من الاستقرار اللي احنا لمسناه كفلاحين، القانون 204 اللي اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح الفلاحين قبل ما يجي مجلس النواب واقره مجلس النواب، القانون الزراعات التعاقديه، القانون التامين الصحي اللي شغالين فيه لكل فلاح مالوش تامين صحي، المعاش الشامل، دي كلها حاجات بتخلينا نايد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من هذا المنطلق احنا يعني يمكن بقالنا شهر في كل محافظه بنعمل مؤتمر، وزي ما انت شايف الناس جايه معظمها من الفلاحين، واللي جاي على اقتناع باللي لمسه من فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهمال الأمن والاستقرار لصالح البلد. الرئيس الحقيقة من الناس المخلصة. الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية طيبة جدا، إنسان ما عندوش أطماع غير حبه لبلده، ودي ما لمسناه. هو راجل لولا 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 حبه لمصر ووفائه وحكم أن الراجل بيتربى تربية عسكرية، والله إحنا كنا يعني مصيرنا زي مصير البلاد اللي حوالين مننا، ليبيا وسوريا، لكن من كرم ربنا علينا أن حبانا بهذا الرجل الطيب المخلص. وأنا بالمناسبة دي الحقيقة بقول يا مصر ابنك حبيبك يهديك أوفى السلام ويهدي شعبك محبة ما يكفهاش الكلام. يا مصر فالك رئيسنا، يا مصر فالك رئيسنا، عديتي بحر الألام، رفعتي قيمتك بعزة والنصر جالك تمام، والفجر شقشق في أرضك طرد جيوش الظلام، والزرع رعرع بفرحة كأنه ريت السلام. يا مصر 2000 تحية، يا مصر 1000000 سلام، فخور يا مصر بأمومتك، فخور يا أرض الكرام، أهديك كل احترامي، أهديك أغلى السلام، يا مصر ابنك حبيبك يهديك أوفى السلام. ما لقيتش زيك يا مصري، ما لقيتش زيك يا مصري في كل جيل أستاذ، أصيل وآل الزمن إنك أصيل ممتاز، لك في التاريخ ملحمة، لك في الزمان إعجاز، بالك طويل إنما في الجد لك همة، يا معلق الصبر يفطى تنور البرواز، في الجرن على المصطبة والقعدة والسامر، في الجرن على المصطبة والقعدة والسامر، والبدر مال السما نسهر ونسامر، نسمع حكايات لجيشنا البطل علشان بيغامر عشاننا. عبد الفتاح السيسي اشتهر بالصبر والحكمة،
زهد وباع دنيته والقلب كان عامر. ربنا يبارك في عمره، لان لولا عبد الفتاح السيسي ولولا الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى ربنا بعت له هديه من السماء كانت مصر في خبر. كان المؤتمر طبعا ده مؤتمر مهم جدا، وانعقاده بممثل نوبريه فرصه كبيره جدا للتعبير عن مدى حبها وتأييدها لمعالي رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا طبعا لمسنا منه حاجات كتير، يعني هو عمل اشياء ما حدش سبقه فيها خالص، يعني حل مشكله الاسكان 1,700,000 وحده سكنيه، 4,000 كيلومتر رصف، ودي من الحاجات العملاقه جدا اللي هتسيب اثر كبير. يعني احنا لما نبص لفرنسا كان اساس نهضه فرنسا كانت حاجه واحده، مارشال لما دخل عمل شبكه طرق ربطت فرنسا كلها ببعضها، حولت فرنسا من الصفر لدوله من العالم الاول. الرئيس السيسي خد الحاجات دي وبدا بيها، يعني يعتبر راجل بدا من الاخر بيعمل للجيل الحالي وللاجيال القادمه، وكل العالم هيتكلم عن شبكه الطرق اللي بيعملها الرئيس السيسي حاليا. الأوقاف لها دور، ودور فعال جدا، وكل مؤتمر بنحضره ولازم توعية الناس وحث الناس على الخروج والنزول لصناديق الانتخابات حتى ينظر إلينا العالم الغربي على أننا ذات حضارة، يعني احنا شعب ذات حضارة، شعب متحضر، فلا بد يظهر هذا للناس كلها والعالم كله يشوف كده مننا إن شاء الله. يعني طبعا احنا بنحس المصريين كلهم للنزول الانتخابات والمشاركة في الانتخابات، لأن هو ده دورنا في المشاركة في الناحية السياسية في المجتمع، وده واجب علينا كلنا، نحن لازم ننزل ونشارك وكل واحد يدلي بصوته. بندعو كل المصريين للنزول، محدش يكسل، محدش يقول إن احنا مش هنروح اليوم دوت، لازم كلنا نروح ولازم نشارك وندلي بصوتنا، لأن ده واجب علينا، واجب وطني. بدعو كل المصريين المشاركة والنزول في الانتخابات والمشاركة بصوتهم، وصوتك هو صوت هنديه لمن ترغب، ولكن كلنا ننزل وكلنا ندي صوتنا. وبدعوكم كلكم للنزول، بدعو كل المصريين نقول لهم لازم نشارك ونأدي بواجبنا في هذا اليوم. احنا جينا من كل مكان علشان نوعي للنزول للانتخابات ان شاء الله، لان هذا الرجل راجل عظيم، ويجب علينا ان احنا صوتنا ده امانه، ما نخليش يروح مننا، ونقف جنب الراجل اللي هو هيشوف مصالحنا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وجينا كمان ان احنا نوعي الناس كلها ان احنا ننزل، واحنا نسيج واحد مسلم ومسيحي، ويجب علينا كلنا التعاون والعمل زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمراته. انا مش هعمل لوحدي، يجب علينا ان نقف معاه يد واحده ونكون راجل واحد وننزل ندي بصوتنا، لان صوتنا امانه لهذا الرجل، لان بلدنا مستهدفه، مصر مستهدفه، ولو ما وقفناش رئيس الجمهوريه مش هيقدر يعمل حاجه لوحده. جاي بنشارك هنا مع الجمعيه العامه الاراضي المستصلحه، لان احنا بنورد اسمده عدويه لهم الجمعيه الزراعيه، وبنشارك في المؤتمر لدعم الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. و ده اكبر مشاركه، اكبر دليل ان الناس كلها تنزل تشارك في الانتخابات، وان شاء الله التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه الغرض من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ عشان اللي احنا شايفينه في البلد، عشان الانجازات اللي بتحصل في البلد، احنا كلنا شايفين اللي بيحصل، شايفين العاصمه الاداريه الجديده، شايفين قناه السويس الجديده، شايفين المزارع السمكيه، شايفين زراعه الاستصلاح 1.5 مليون فدان. من اجل هذا كله لازم نطلع ونعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقف جنب مصر، جنب بلدنا. الرئيس عمل حاجات كتير مش هقول عليها لاننا كلنا عارفين. احنا ما بندعمش السيسي بس، احنا بندعم مصر، مصر العظيمه. احنا في عهد ملوش مثيل، عهد ما جدناش من اكتر من 30-40 عام. احنا في عهد الوفاء فهو سبيلنا، عهد الفداء طريقنا. نحن العظماء.
ونحن القلوب النابضة، إن نعاهد ربنا وبلادنا وزعيمنا، المجد نجري نحوه ولنسابق الدنيا له.